ألا ترون ما الذي يحصل في مجتمعنا؟ امتلأت قلوب الناس بالحسد والحقد، وانتشرت العداوة والبغضاء، وتفرقت العيال، وتفرق الإخوان. لماذا يحصل كل هذا؟ لماذا؟ لماذا كل هذا الظلم؟ ما الذي يحدث لمجتمعنا الإسلامي؟ الكل يعاني من مشكلات الحياة، ذاك صاحب هموم وذاك صاحب مشاكل عائلية. يا ترى ما سبب كل هذه المشاكل؟ ما السبب؟ تمهل يا أوكي، أنا من سيكبرك. ما السبب؟ سأكبرك ما سبب الهموم والأحزان، ولماذا امتلأت قلوب الناس بالحسد والبغضاء. سأكبرك لماذا يعم مجتمعنا هذا الظلام. لقد تركوا النور الذي يضيء لهم طريق الحياة، ألا وهو القرآن الكريم. لقد هجروه
لقد هجروه وتراكم عليه الغبار وتراكمت عليهم الأحزان والمشاكل. أيها الناس يا من يبحث عن السعادة ويا من يبحث الراحة في الدنيا والآخرة، يا من يبحث حلا لمشكلاته، امسوا الغبار عن القرآن الكريم وابتهوا واذكر ربك بتدبر، فهناك ستجد السعادة والراحة والطمأنينة. أعوذ بالله، بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. والسلام عليكم ورحمة الله. wannan wato masrahiya da aka gabatar da ita da harshen Larabci zamu wato fassara ta a takaitaccen lokaci kamar haka. Mutum na farko ga abin da yake cewa fambon ya Allah, yana cewa ya Allah, ya Allah, ma alladhi yahdith, ya Allah, me ke faruwa da ni, limadha hadhihi al-humum wal ahzan la turidu mufaraqa, me yasa wannan damuwa da bakin ciki ba sa sarrabuwa da ni, limadha hadhihi al-humum wal ahzan la turidu, me yasa wannan damuwa da bakin ciki ba sa sarrabuwa da ni, innani ashuru, lalle ni ina jin kunci, ku bani labari, ku bani labari, a ina zan samu rabauta, a ina, a ina. Mutum na biyu Malam Yahaya, bari mu ji me ya zo mana da shi. Ya hasrata, yana cewa ya hasarata, ya hasrata, yana cewa ya hasarata, laqad khasir, haqiqa nayi hasara, laqad khasir, haqiqa nayi hasara, laqad khasirtu kulla amwali, haqiqa nayi hasaran dukkan dukiyata, wa dhahabat amlaki, abubuwan da na mallaka duk sun tafi sun kare, wa lam yatabaqa indi shay, babu wani abu da ya saura tare da ni, aina ar-raha, ina hutu a wannan rayuwa, aina ar-raha al-an, aina hutu, aina hutu. Bari mu ji mutum na uku me ya zo mana da shi, shine Malam Muhammad Sani. Ala tarawu, Malam Muhammad Sani yana cewa shin ba kwa gani, ala tarawna man ladhi yahsulu fi mujtama'ina, shin ba kwa ganin abin da ke faruwa a society mu, imtalat qulubun nas bil hasad wal hiqd, zikatan mutane ya cika da hasada da kulli,
وانتشرت العداوة والبغضاء عداوة دقيقية يا يعقوب وتفرقت العيال يا ليس الربو وتفرق الإخوان دنقوا سربو لماذا ميسا لماذا يحصل كل هذا ميسا دكان هكا كيف أروى لماذا ميسا برمجي متن نهود ميدو من دشيشيني مالم بشير لماذا كل هذا الظلم مالم بشير يتميسا دكان ونندو ما الذي يحدث لمجتمعنا الإسلامي ميكا فاروى أشير متمثلينتي الكل يعاني من مشكلات الحياة كوايانا كوكا مطلولين سنرايوا ذاك صاحبه وانت النفر كم ما أبو تيدا مواني وذاك صاحب مشاكل آئلية وانت كم ما أبو تيم مطلولين فامليني يا ترى يا كي وانا متمين يا ترى يا كي دموانا منين سبب اندكا وانا مطلولي ما السبب منين سببي ما السبب منين سببي بارو متن مجي متن نبيار ميزو مانا دشي شيني مالا يحيا تمحل مالا يحيا كتوا بيدا سنو تمحل يا أوكي بيدا سنو يا دان دان قوانا على من سيكبرك ما السبب نيني واند دنباك منين سببي سأكبرك ما سبب الهموم والأحزان دسن دنباك لا بار منين سبب بجن تكي دداموا ولماذا امتلأت قلوب الناس بالحسد والبغضاء دسن دنباك لا بار ميسا زكاة متانيتك دا سداد إيايا سأكبرك لماذا يا أم مجتمعنا هذا الظلام دسن دنباك لا بار ميسا سوساية wannan duhu ya tika shi la qaddara kunu hakika mutane sun bar haske nurul ladhi yudiu lahum tariq al haya hasken da yake haska musu hanyar rayuwa wa huwa al qur'an al karim ku saurara shine qur'ani mai girma la qaddaru hakika mutane sun gaurace masa la qaddaru wa tarakama alayhi al ghubar hakika mutane sun gaurace wa qur'ani qurata tika وتراكمت عليهم الأحزان والمشاكل مقالولي دبجن تكي يا تكا زكاتا متاني أيها الناس يا كو متاني أيها الناس يا كو جماعة يا من يباس عن السعادة يا من من ربوت دنيا دلاهرة ويا من يباس حل المشكلات يا من من ورور مقالولنسا امسوا الغبار عن القرآن الكريم كوكرك دقورا جمد القرآن مجرما كبود القرآن واذكر ربك بتدبر وأنبتي أبنجدك أنبتي أبنجدك كان متدبري فهناك ستجد السعادة أنا ذاك سامر بوتا دكم أوتو وطمأنينة دنتوا الله سامت تتم أبوتا قرآن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته التكبير 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 الله يسكى مسدى الخير وإن نالبي دكما ونم دنغني دا ونم غاغار مر